مساء الخير. من بعد كلمة الوزير باسيل اليوم الظهر كالعادة هاشتاج جبران باسيل تريندينج على تويتر. شو هن أبرز التعليقات من تابع سوا؟ ومننهي جولتنا على التغريدات مع فيديو نشره دكتور بهامس بعنوان صباح للوطنيين الشرفاء. الليل يا خيل الليل ردي على التحدي وانا ونربح كل مرحل تحدي العديلين او يصيروا حباب. سيف العلق عدى طايل يا هادر كمل أصايل ويلا اللي تحدى ويلا ويلا اللي ناوي قاتل يا ما ويلا اللي ناوي قاتل يا سيف العلق عدى نشرت غينا غندور فيديو لنظيم القطيش لما كان أكيد أنه خلال 48 ساعة ترامب حيفوز بانتخابات أمريكا، وقد أثير هذا الفيديو ردود ساخرة من تحليلات قطيش الفاشلة، وأيضاً حكيوا على لفظه بالإنجليزي لما قال I told you so بدل I told you so. فالمعركة حول ترامب، حول شخص ترامب وحول الترامبية السياسية التي أعتقد بأنها ستفوز خلال 48 ساعة. طيب هناك تقدم الآن من أحدث الأخبار التي تأتينا والأرقام، تقدم لترامب في ولايات جورجيا، ميتشيغان، كارولينا الشمالية وبنسلفانيا أيضا. سنتابع كل هذا. I told you so. وطبعا الحظوظ متفاوتة لكن سنرى في النهاية من يثبت جدارته. أما العلم اللبناني حاضرا باحتفالات فوز بايدن بأتلانتا. ومع هذا الخبر أنا بدي أودعكم، تصبحوا على ألف خير.